أهلا بكم إلى جولة إخبارية جديدة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية. نبدأها لكم من محافظة أسوان، حيث عقدت لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور عقدت اجتماعا مع قيادات النوبة مساء أمس للتعرف على مطالب أبناء النوبة ومقترحاتهم في الدستور الجديد. وأكد أهالي النوبة أنهم لا يدعون للانفصال وأنهم جزء لا يتجزأ من مصر. على صعيد آخر، نظم ائتلاف شباب بيحب مصر حفل إفطار جماعيا لأسر شهداء ومصابي ثورة يناير في المحافظة، وتم خلال الحفل تكريم أسر المصابين والشهداء. من أسوان لمزيد من التفاصيل ينضم إلي الصحفي علي توفيق. أهلا بك علي أولا، وما هي أهم مطالب أهالي النوبة خلال جلسة استماع الجمعية التأسيسية للدستور؟ هي ان يتضمن الدستور الجديد حق عوده المدربين في الحياه على مستوى بكير الصدر، اطلاق اسم بكير الصدوبه عليها بدل اسم بكير الصدر، وتدريس اللغه النوبيه في المدارس واعتبارها اللغه الثانيه في مصر، ولو على تعود النوبيين عما اقتصدوها بسبب التكتيك، انهم استاثروا في انهم ليس دعاء استقاله وقدوما لقياده عامه وصنايعهم، وانهم مصريون حتى النصاع. اللجنه الزميل ايمن عقدت اجتماع اخر قبل ظهر الامس مع السياسات الاخرى، وطلبت هذه الفوضى بان يتم الاهتمام بالمحافظات الجديده في الدستور الجديد واعاده تقسيم الجغرافيا للمحافظات حتى يكون لكل محافظه منها الجديد ويحققها بشروط محدده. أشكرك شكرا جزيلا. زميلنا الصحفي علي توفيق كان معنا من محافظة أسوان. ننتقل إلى محافظة المنوفية، حيث قدم المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية 10,000 جنيه لأسرة محمد إبراهيم عباس سائق السيارة التي غرقت في حادث غرق معدية بقرية أبو عوالي نهاية شهر يوليو الماضي، والذي أدى إلى مصرع شخصين وغرق 5 سيارات. من ناحية أخرى، علق المئات من موظفي الإدارة العامة وشؤون الطلاب بكليات جامعة المنوفية إضرابهم عن العمل الذي بدأوه الأسبوع الماضي بعد تحديد موعد لمقابلة رئيس الجامعة الدكتور أحمد زغلول، ويطالب العاملون بزيادة المرتبات وصرف بدل التمثيل الجامعي ومكافأة الامتحانات بالإضافة إلى مطالب أخرى. ينضم إلي من محافظة المنوفية زميلنا الصحفي محمود الحصري. محمود أهلا بك، هل سيتم تقديم مبالغ مماثلة لأصحاب السيارات الأخرى التي غرقت في أحداث المعدية؟ التعويض المذكور هو للمتوفي الأول، هو محمد عباس، محمد إبراهيم عباس سائق السيارة النصف نقل، وليس تعويض على السيارة التي غرقت في حادث المعدية منذ أسبوعين تقريبا. طب بالنسبة للضحايا الذين غرقوا، هل تم دفع تعويضات لذويهم؟ فقط تم دفع التعويضات لاثنين فقط الضحايا حتى الآن، هم اثنين غرقوا في غرق المعدية، وفقط هناك 5 سيارات تم انتشالهم وتسليمهم لذويهم. نعم، ننتقل من هذا الحادث إلى احتجاجات العاملين بالجامعة ومطالبهم الأخرى. نعم، الموظفين بجامعة المنوفية كانوا قد تظاهروا يوم الماضي أمام إدارة الجامعة رفعوا عدد كبير من المطالب، منها أن يكون تعيين أمين عام الجامعة من الإداريين وليس من أعضاء التجديد، وكذلك يمثله بالمجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مشاركة العاملين بالجامعة في اختيارات قيادات جماعية منها رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والعمداء والمعاهد أيضا رفع مكافأة الامتحانات من 3% مع رفع أيام المكافآت الامتحانات لتصل إلى 610. المنتظر أيضا أن يجمع قيادات الاحتجاج اجتماع غدا الاحد مع الدكتور احمد زغلول رئيس الجامعه لبحث المطالب
اللي عاملين ارتداد ضد عودة الإضراب والاعتصام يوم الثلاثاء القادم إذا لم تنفذ هذه المطالب. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي محمود الحصري، كنت معنا من محافظة المنوفية. ننتقل إلى محافظة قنا، حيث عقدت لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور جلسة استماع بالمحافظة للحوار حول الدستور الجديد، وشارك في الجلسة عدد من ممثلي القوى السياسية والأحزاب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع أو جلسة الاستماع تنضم إلي من قنا الزميلة الصحفية هيام الوكيل. هيام أهلا بك معنا، وما أهم ما ورد في جلسة الاستماع؟ بالفعل طبعا كانت كبيرة، وكان هناك ممثلين للأحزاب وبعض القوى السياسية ورجال الأعمال قبائل بالمحافظة، إلا أن هناك حزب التيار الناصري انسحب من الجلسة بعد رؤيته لسقوط من الحزب الوطني المنحل يتواجدون لإخواننا المسلمين، يعني انسحبوا من الجلسة اعتراضا على وجودهم في جلسة الحوار. هناك بعض النقاط التي ناقشتها القوى السياسية في الجلسة، منها رئيس الجمهورية وطريقة ترشيحه، وطلبوا بألا يجوز قبول ترشيح أي فرد على مقعد رئاسة الجمهورية إلا إذا بعد أن قدم استقالته من حزب إنساني. أيضا أن تكون رئاسة الجمهورية 4 سنوات ويجوز الترشح لفترة ثانية أن تتفرج مرة أخرى. هناك أيضا نقاط خاصة بمجالس الشعب على أن يكون نظام الترشيح لمجلس الشعب من خلال النظام الفردي فقط، إلغاء 50% من العمال والسلاحين، إلغاء أي كوتا أو تمييز لأي من الأشخاص، لا يتم تعيين أي عدد من الأعضاء للمجلس من قبل رئيس الجمهورية. أيضا نقاط قضائية أكدوا على أن لابد أن يتم إعادة هيكلة القضاء، هم لا يشتكون في القضاء وإنما هناك بعض الرجال في القضاء يجب إعادة هيكلة القضاء لإبعادهم عن القضاء والقضاء. يجب أيضا أن جميع صلاحيات القضاء تكون من المجلس الأعلى للقضاء فقط دون تدخل من أي جهة خارجية. أيضا تكون أدوات القضاء يختص بها. أعتذر منك يا زميلة هيام الوكيل لأن الصوت في الحقيقة يعني لا أسمعه جيدا. شكرا جزيلا للزميلة الصحفية هيام الوكيل، كنت معنا من محافظة قنا. ننتقل إلى محافظة البحر الأحمر، حيث عقدت لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جلسة استماع في المحافظة لمناقشة مقترحات ممثلي القوى السياسية حول الدستور. وحضر الجلسة اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية والشباب. على صعيد آخر، نظم عدد من العاملين بأحد الفنادق السياحية إضرابا عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بسوء معاملة الإدارة لهم، كما أضرب عن الطعام 3 عاملين وتم نقلهم إلى مستشفى بورتو غالب لسوء حالتهم الصحية. كما عقد اللواء مصطفى بدير مدير أمن البحر الأحمر لقاء ميدانيا مع الضباط بالخدمات الخارجية للتأكيد على تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين، وذلك عقب اقتحام عدد من المسلحين منطقة السوق السياحي القديم وسط الدهار، ما أثار الذعر بين المواطنين وأدى إلى شكاوى بالانفلات الأمني. للمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار في محافظة البحر الأحمر ينضم إلي زميلنا الصحفي كمال رشاد. كمال أهلا بك معنا، حدثنا أولا عن أهم ما جاء خلال جلسة استماع الجمعية التأسيسية. بالفعل أهم ما جاء فيها أيضا ممثلين من لجنة المقترحات والجمعية التأسيسية للدستور جاءت بأن طلبوا الحضور وهم أحزاب الحرية والعدالة والمصري الديمقراطي والبناء والتنمية، أيضا بعض الشباب. أهم ما جاءت من مقترحات أو تم عرضها خلال الجلسة أيضا هي وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس النيابي، أيضا ميزانية الجيش والسلطة، وحرية للصحافة وإلغاء وزارة الإعلام ليحل مكانها مجلس أعلى للإعلام، وتحديد فترة التأييد، أيضا عدم تدخل الرئيس في أول 3 بنود من الدستور وهو شكل الدولة، وأيضا الشريعة الإسلامية وفترة الرئاسة. أما
الشيء الذي كان حديث الجلسة أيضاً هو ما اقترحه أحد شباب حزب النور أن تكون اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية. نعم نعم. ننتقل إلى احتجاج أو إضراب عدد من العاملين بأحد الفنادق السياحية. بالفعل ما زال العاملون بفندق الانتر كونتيننتال ببورتو غالب مرسى علم جنوب البحر الأحمر يواصلون أيضا إضرابهم أمام الفندق، وأيضا حاليا يطبع أكثر من 20 عامل بمستشفى وهم حاليا بمستشفى القصير العام، كانوا بالأمس 15 عاملا واليوم سيزايد عدد المضربين عن الطعام داخل المستشفى، وتم نقل 3 منهم إلى مستشفى إلى العناية المركزة في مستشفى بورتو غالب. العاملون أيمن يطالبون بإبعاد النائب المدير العام للفندق وهو إيطالي الجنسية لإضطهاده لهم حسب قولهم، وقالوا أنه يصيب بين العمالة الإيطالية بالفندق وأيضا العمالة المصرية من ناحية أجر ومعاملة أيضا ساعات العمل، وأيضا طالبوا بالمطالبة بزيادة خدمة. طيب أنا أنتقل إلى اقتحام مجهولين للسوق القديم، هل تم القبض عليهم وماذا عن الوضع الأمني في المحافظة خاصة في ظل هذه الأحداث؟ هذا الموضوع هو الشغل الشاغل بالنسبة للمواطنين أيضا الأجهزة الأمنية أيمن، حيث عقد اللواء مصطفى الدير مدير أمن البحر الأحمر لقاء ميدانيا مع الضباط والخدمات الداخلية في شوارع مدينة الغردقة كما تعلم أنها مدينة سياحية، ولكن للأسف أيمن لم يتم القبض على أي من البلطجية الذين قاموا بالأمس الأول وأمس بإشعال النيران في منطقة السوق السياحي القديم المعروف بالداون تاون، وكان السياح يترددون عليه بوسط الضرائب. قام البلطجية حاملين زجاجات مولوتوف وقدم السلاح وقام بإشعال النيران أيمن في بضائع الباعة الجائلين بعد مشاجرة وقعت الآن أصعب الواقعة بساعة، وكانت المشكلة انفضت المشكلة والأمن لم يقبض على أحد حتى الآن. أشكرك شكرا جزيلا زميل الصحفي كمال رشاد، كنت معنا من محافظة البحر الأحمر والتي ننتقل منها إلى محافظة أسيوط، حيث تظاهر عدد من الأهالي المسيحيين بمركز أبنوب أمام مديرية أمن أسيوط احتجاجا على اختفاء ابنتهم ليلة زفافها، وطلبوا قوات الأمن بالبحث الجاد عنها وإحضارها. على صعيد آخر طلب اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط في مذكرة إلى وزير الكهرباء طالب بالعدل في عملية تخفيف الأحمال بين القرى والمدن بالمحافظة والمحافظات الأخرى، وقال المحافظ إن الانقطاع المتكرر للكهرباء تسبب في أزمات منها قطع الطرق والسكك الحديدية. من أسيوط انضم إلي زميلنا الصحفي يونس درويش. يونس أهلا بك معنا، فلتحدثنا أولا عن ملابسات هذا الحادث اختفاء ابنة ليلة زفافها. نعم زميل أيمن، هناك تظهر العشرات من الأقباط من قرية عرب الصدادية حتى يدعي مركز أبنوب، وذلك احتجاجا على ما وصفوه باختطاف مجندهم من أمام التوفير بشارع الجمهورية التابع لدائرة بني أسيوط، وقاموا بتحرير محضر منذ الخميس الماضي لتحرير محضر لمركز شرطة أبنوب، واتهموا صفحة أجهزة الأمن عن متابعة اختطاف حسب ما وصفوه بأنه اختطاف هذه العروس، مما أثار الرعب بين قلوبهم. في نفس الوقت نفت أجهزة الأمن وقعة الاختطاف وقالوا أنها اختفاء، وقال العميد حسن سيف مدير إدارة قسم البناء أنه تم تشكيل فريق بحث من مباحث قسم ثاني مركز أبنوب حيث محل إقامة الفتاة المختطفة، وذلك لكشف غموض اختفاء هذه العروس. طب بالنسبة لمذكرة اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط إلى وزير الكهرباء ومطالبته بالعدل في عملية تخفيف الأحمال بين القرى والمدن في المحافظة والمحافظات الأخرى، ما معدل انقطاع الكهرباء في قرى ومدن أسيوط؟ محافظة أسيوط تعرضت منذ الأربعاء الماضي إلى انفجار في المحطة البخارية في منطقة الولادية والتي تغذي وجميع قرى محافظة أسيوط، مما تسبب في إصابة المحافظة بالضرر الجامد. في نفس الوقت أنه أثناء تخفيف الأحمال يقوم المسؤولين بأجهزة التحكم فيها الكهرباء
الأحمال عن القرى المحافظة المدة تزيد أكثر من ساعتين، الأمر الذي دعا اللواء سيد القرى المحافظ أسيوط بكتابة مذكرة إلى وزير الكهرباء وعقد اجتماع مع المهندس محمد رحيم رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى، والأمر ونتج عن ذلك حدوث انفراد عام في أزمة الكهرباء محافظة أسيوط منذ ليلة أمس. شكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي يونس درويش، كنت معنا من محافظة أسيوط. ننتقل إلى محافظة جنوب سيناء، حيث نجحت قوات الأمن والجيش في إقناع أهالي مدينة طور سيناء بفتح الطريق الدولي شرم الشيخ الطور بعد إغلاقه 4 ساعات الليلة الماضية احتجاجا على الانفلات الأمني وترويع المواطنين. معنا من جنوب سيناء زميلنا الصحفي حمادة الشواد. في حمادة، أهلا بك أولا، وما هي مظاهر الانفلات الأمني الذي يحتج عليه المواطنون عندكم في المحافظة؟ أيمن، في الحقيقة أن جنوب سيناء شهدت اقتطاع صف مسلح من قبل المجهولين في مدينة الطور، أدت إلى مصرع اثنين على الأقل في مدينة طور سيناء، من بينهم أحد السائقين في جهاز تأمين سيناء. أيضا نقي ليلة أمس اثنين من الأقباط أصيبوا ليلة أمس إسر صف مسلح عليهما أثناء عودتهما من مدينة شرم الشيخ في طريق الدولي شرم الشيخ النفق، وتم سرقة السيارة الخاصة بهما. المئات من أبناء جنوب سيناء قاموا بقطع السيارة شرم الشيخ من أمام مدينة طور احتجاجا على الانفلات الأمني، وطلبوا بإعادة أمن قطع الطريق استمر أيمن من بعد صلاة التراويح وحتى الساعة 3 فجر يوما، حتى نجحت قوات من الجيش والأمن بإعادة فرش الطريق بعد أن تعهدوا بعمل كمائن ثابته ومتحركه على طول الطرق الدوليه، الى جانب عمل دوريات ترتيب مدينه سيناء بصفه مستمره، وهي اكثر المدن التي تعرضت لحوادث الصوت المسلح خلال الفتره الماضيه. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي حماده شوادفي، كنت معنا من محافظه جنوب سيناء. ننتقل منها إلى الشمال، شمال سيناء، حيث تتواصل أزمة نقص الوقود بالمحافظة، كما تكدست عشرات السيارات في انتظار الحصول على الوقود. وأكد مصدر أمني أن هناك حملات أمنية وتموينية مستمرة للقضاء على ظاهرة السوق السوداء التي تتسبب في هذه الأزمة. على صعيد آخر، قال اللواء جابر العربي السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء أنه تم إنهاء إجراءات إدخال 12 سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، وتتبع سيارات قافلة أميال 14. معنا من محافظة شمال سيناء الزميل الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، أهلا بك أولا معنا، وما هي تطورات وتداعيات أزمة نقص الوقود عندكم في المحافظة؟ أهلا بك الزميل أيمن. نعم، ما زالت أزمة الوقود مستمرة في محافظة التموين بجميع مدن شمال سيناء، خاصة الحديث الذي تشهد تكدس السيارات أمام محطات طويل التموين انتظارا للحصول على الوقود، فيما تلاحظ وجود سيارات كبيرة تقف بصفة دائمة أمام محطات التموين للحصول على السولر والبنزين، ورجح بعض السائقين والمسؤولين أن أزمة البنزين والسولر في شمال سيناء عبر تجميع البنزين والسولر في أبواب بلاستيكية بتحايل على أصحاب المحطات، ولذلك استفاد الرقابة التموينية ومباحث التموين من حملات تموينية لضبط المتاجرين في السوق السوداء، وتقوم يوميا بضبط محمد بشرائح المحيطين خلال ضبط خلال 23 جركن بإجمالي 575 لتر بنزين. زميل أيمن، تم التحفظ على الكمية وتحرير محضر السيارة العرض عن نيابة، ويقول مسؤول التموين أن أزمة الوقود ليست السوق السوداء وحدها، ورأس مغلقة لكن هناك أمور أخرى ظهرت خلال الأيام الماضية، وهي انخفاض منسوب معدل المياه في المضرب الملاحي لقناة السويس نتيجة العمل الطبيعية، مما تعذر معه إمكانية نقل سيارات الوقود من الغرب إلى شرق القناة عبر المعدات المختلفة، وهذا تسبب في استمرار الأزمة لعدم إنظام وصول محطات التموين في الموعد المحدد، وهذه الظاهرة لن تستمر كثيرا لتعطل صورة محركات النظام للمحافظة. طيب، ننتقل إلى حركة التنقلات عبر معبر رفح البري. نعم الزميل أيمن، بالفعل وصلت إلى معبر رفح البري صباحاً تم قطرة مساعدات إنسانية تابعة لأميال 14 من الدفعات، وارتبق سطول متضمنين لقطاع غزة قبل شهر، وقام الأحمر المصري بإنهاء كافة إجراءات إدخال 12 سيارة مجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكانت كل هذه السيارات القطاع الأخرى متضمنة لإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بعد وصولها إلى مصر عبر أحد المواني البحرية، خاصة أن كثير من هذه السيارات
المدني في مختلف الدول الاوروبيه بتجمعها من متبرعين لارسالها الى قطاع غزه، وبعضها يكون سبق استخدامه من المتبرعين. الزميل ايمن اكد اللواء جبر العرب في العام محمد شمال رئيس الاتحاد الاحمر الداعي الى ممثل الاحمر رافق السرات الى منطقه رمح البري، والان تقوم السلطه أشكرك شكرا جزيلا. هناك رداء في الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي ماهر إسماعيل، كنت معنا من محافظة شمال سيناء. في محافظة الإسماعيلية عقد حزب الدستور بالإسماعيلية حفل إفطار واجتماعا للتأكيد على الخطوط العريضة لبرنامج الحزب، وتم خلال الاجتماع عرض كافة لجان الحزب التي سيعمل من خلالها في محافظة الإسماعيلية والمقرر تشكيلها خلال 3 أيام. من الإسماعيلية ينضم إليها زميلنا الصحفي يسري محمد. يسري أهلا بك معنا. يسري، من أهم الحضور في اجتماع حزب الدستور؟ نعم، كان من أهم الحضور على ما حسبت على مأدبة الإفطار هي الإعلامية حسينة كامل، بالإضافة إلى عدد من كبار المؤسسين داخل الحزب الذين حضروا من القاهرة، بالإضافة إلى مئات المؤسسين داخل محافظة الإسماعيلية هم من مختلف التيارات الموجودة السياسية الموجودة داخل محافظة الإسماعيلية، لكن الأغلبية الحضور كان بالفعل هم من شباب محافظة الإسماعيلية، خاصة شباب الثورة من مختلف الائتلافات والتكتلات السياسية الشبابية داخل المحافظة. تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الحزب هو يسعى إلى إقرار الحياة المدنية وإلى الدولة المدنية بمصر، وهو بالتالي سيعمل خلال الفترة المقبلة على ذلك. أيضا تم التأكيد على الأعضاء المؤسسين بمحافظة الإسماعيلية بأنه يجب البدء فورا في عمليات عقد اجتماعات خاصة باللجان الخاصة بالحزب، وأيضا تم التأكيد بأن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن هناك تحالف أن يتم إجراء انتخابات من القاعدة إلى المناصب القيادية داخل الحزب خلال هذه الفترة القصيرة، وبذلك فإن الحزب قد يخوض الانتخابات البرلمانية بأن تتم إجراء الانتخابات الداخلية بشكل كامل. أشكرك شكرا جزيلا الزميل الصحفي يسري محمد، كنت معنا من محافظة الإسماعيلية. نختتم هذه الجولة من محافظة المنيا، حيث نظم العاملون بفندق نفرتيتي التابع لمحافظة المنيا وقفة احتجاجية أمام الفندق للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية البالغة 15%. انتقد العاملون الأوضاع التي وصل إليها الفندق وطلبوا بإعادة تطويره وإصلاحه، كما طلبوا بتثبيت العمالة المؤقتة. وإحنا دلوقتي بنطالب باستحقاتنا بصرف علاوة 15% اللي اقرها السيد رئيس الجمهوريه. اداره الفندق ما قالتش هنصرف او مش هنصرف، ومتعوده من الاول للاخر ان هي حضرتك بتدي كلمه وتخلف بيها، لازم نشتكي ولازم نروح النقابه العامه ولازم نتجه للجهات المعنيه عشان ناخد حقوقنا، وبرضه ما بنطولش ناخد حقوقنا. المحافظ بيسدد الجهات الحكومية في محافظة المنيا بتساند الأستاذ جابر جرجس المستثمر، ومخليه الفندق حضرتك 40 درجة تحت الصفر، مش 4 درجات، مش 4 نجوم، 40 نجمة تحت الصفر. تعال حضرتك شوف الافتتاحات اللي من هنا والكسر اللي من هنا والكسر اللي من هنا. النقابة العامة بتساند جابر جرجس، لا لا، ومكتب العمل الاثنين، مكتب العمل اللي مجمع المصانع. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الوقفة الاحتجاجية في محافظة المنيا ينضم إلي الزميل الصحفي حسن عبد الغفار. حسن أهلا بك معنا، حدثنا عن الأوضاع في الفندق، وهل هناك فنادق أخرى تابعة للمحافظة في المنيا؟ لا، هذا هو الفندق الوحيد التابع للمحافظة في محافظة المنيا، هو فندق نفرتيتي ام جي، او كما كان يطلق عليه الفندق، وكان من احد الفنادق المشهوره في محافظه المنيا والتي كان عليها اثار سياحيه كبيره. لكن بعد مجيء احد المستثمرين الجدد لهذا الفندق، على حسب قول العاملين ان الاحوال سوءا وتدهورا، واصبح تراجع السائحين واقبال السائحين على هذا الفندق كان ضعيفا، الامر الذي اثر عليه بشكل مباشر، حيث كانوا اليوم العاملين بهذا الفندق
تنظيم وقفه احتجاجيه امام الحكم المتخصص مدافع الاجتماعيه التي اكدوا ان هذه العلاوه لا يتم صرفها الا بعمل مقاطعه احتجاجيه وفي ارسال شكاوى للمسؤولين في وزاره السياحه والتصوير. كما طلب العنزوري تنظيم مقاطع واعترضوا على المعامله الغير لائقه من قبل الاداره لهم، واكدوا ان هناك مسؤوليه تقع على محافظه المنيا تجاه هذا الفندق واهماله، وطلبوا تدخل نعم. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا الصحفي حسن عبد الغفار، أعتذر منك لأني لا أسمعك جيدا في الحقيقة، وبهذا نختتم هذه الجولة التي كانت في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية. بعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.